الفصول الأربعة حكاية من التراث التشيكي. هل سمعتم حكاية الفصول الأربعة ولقائها في ليلة شتاء باردة؟ اسمعوا إذن هذه الحكاية. في مكان ما من الدنيا كانت تعيش أختان غير شقيقتين، ماروشكا وهيلينا. كانت ماروشكا فتاة جميلة طيبة القلب، تعمل طوال النهار في البيت بلا كلل ولا تعب، وكانت أعمال المنزل الشاقة كلها ملقاة على أكتاف ماروشكا المسكينة، بينما كانت زوجة أبيها وأختها غير الشقيقة تنامان إلى وقت متأخر من النهار. ما أحلى النوم. صباح الخير، الجو بارد هذا اليوم، أليس كذلك؟ لقد استيقظت مبكرة اليوم. لم تكن زوجة الأب ولا ابنتها تساعدان ماروشكا في أعمال المنزل، كانتا تتركان كل شيء على ماروشكا. ورغم أعمال المنزل الشاقة التي كانت تؤديها ماروشكا، إلا أن الجميع كان يدرك أن ماروشكا هي أجمل من شقيقتها هيلينا. وكان هذا اليوم هو يوم عيد ميلاد هيلينا، واستعدت الأم لهذه المناسبة، وبدأ الفتيان بالتقاطر على الحفلة، وكل منهم يحمل هديته. كان الواحد منهم يقدم هديته إلى هيلينا، ولكنه سرعان ما يتركها ويتجاهلها وينجذب إلى ماروشكا. لذلك دبت الغيرة والكراهية في قلب هيلينا نحو شقيقتها، وبدأت الأم وابنتها تخططان للانتقام من ماروشكا. ماروشكا، يبدو أنك نسيت هذه المناسبة. كيف أنسى عيد ميلاد شقيقتي؟ ولكن كل الضيوف أحضروا معهم هدايا لي، ولم تقدمي لي أنت هدية. أنا آسفة، آسفة. هيا بسرعة يا ماروشكا، أحضري باقة بنفسج لهيلينا. بنفسج؟ اذهبي إلى الغابة الآن واحضري زهر البنفسج، هيا. ولكن زهر البنفسج لا يتفتح إلا في الربيع. كيف تجرؤين وتعارضين ما نطلبه منك؟ هيا اخرجي حالا واحضري زهر البنفسج، فلن أسمح لك بالدخول إلا إذا أتيت به. خرجت ماروشكا المسكينة في هذا البرد القارس. من أين أتي بالبنفسج؟ لا يوجد بنفسج في الشتاء. راحت تمشي وتمشي حتى تجمدت أطرافها من شدة البرد، فسقطت فوق الثلج. فتحت ماروشكا عينيها فشاهدت على البعد نارا تشتعل. تحاملت على نفسها ومشت نحو تلك النار. وحين وصلت ماروشكا إلى مكان النار، شاهدت 12 طيفا، كل طيف يمثل شهرا من شهور السنة. أرجوكم، هل أستطيع أن أتدفأ بهذه النار؟ طبعاً، تعالي اقتربي. شكراً لك، شكراً. ولكن أخبريني، ما الذي جاء بك إلى هذه الغابة في هذا الجو القارس؟ كان الذي يحدثها هو شهر يناير، وأخبرته ماروشكا أنها جاءت إلى الغابة لتبحث عن زهر البنفسج التي طلبتها زوجة أبيها. هيا يا مارس، ابدأ عملك. هيا اجمعي ما تريدين من أزهار البنفسج وارجعي إلى البيت. شكرا، شكرا لك.
تفضلي، هذه هي هديتك يا أختي. كيف حصلت على هذه الزهور؟ طبعا سرقتها من دكان الزهور. نعم كلا، لقد ضعت في الغابة فالتقيت باثني عشر رجلا ساعدوني وجلبوا فصل الربيع إلى الغابة. لا أريد هذه الزهور، أبعدوها عني. لا تبكي يا عزيزتي، سأبعدها وأبعد معها ماروشكا إلى الأبد. نعم. وراحت زوجة الأب تفكر بحيلة أخرى لتبعد ماروشكا عن البيت. ترى ماذا خططت وماذا طلبت من ماروشكا المسكينة لتحضره؟ التوت البري. نعم، طلبت من الفتاة المسكينة أن تحضر لها التوت البري الذي لا ينبت إلا في أشهر الصيف الحارة. ماروشكا، ما الذي جاء بك إلى هنا ثانية؟ جئت أفتش عن توت بري يا سيدي. أوه، توت بري، ولكن الوقت شتاء والتوت لا ينبت إلا في الصيف يا عزيزتي. أعرف، لكن زوجة أبي سوف لن تسمح لي بدخول البيت ما لم أحضر معي التوت. هيا يا عزيزي يونيو. اقطفي ما شئت من التوت البري يا ماروشكا. شكرا، شكرا لكم جميعا. توت بري؟ لم تصدق الأم ولا ابنتها ما شاهدتاه، وراحتا تأكلان التوت بنهم شديد. أكلتا التوت البري كله ولم تتركا حتى ولا حبة لماروشكا، لكن ماروشكا كانت حزينة وهي تشاهد زوجة أبيها وشقيقتها تأكلان التوت. ماروشكا، أريد أن أكل شيئا من التفاح. يا لماروشكا المسكينة، لقد حاولت أن تقنع شقيقتها بأن الوقت الآن شتاء وأن التفاح لا ينضج إلا في فصل الخريف، لكن هيلينا أصرت على طلب التفاح. ومرة أخرى خرجت ماروشكا في هذا البرد إلى الغابة لتفتش عن التفاح. ماروشكا، يبدو عليك التعب، ولكن أخبريني عن ماذا تفتشين هذه المرة. هيا أخبريني. أفتش عن التفاح. طبعا، وسوف لن تسمح لك زوجة أبيك الشريرة بالعودة إلى البيت ما لم تحضري التفاح. يا لك من فتاة مسكينة. يا عزيزي شهر سبتمبر، ابدأ عملك. هيا. ماروشكا، اقطفي ما شئت من التفاح. شكرا لك، شكرا لكم جميعا. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. ماروشكا، من أين هذا التفاح؟ قطفته من الغابة. ولا بد أن هناك الكثير منه. نعم. إذا لماذا أحضرت تفاحتين فقط؟ لماذا لم تحضري تفاحا أكثر؟ لقد أكلت الباقي في الطريق. كلا كلا، لم أفعل ذلك، صدقيني. كلا، أنت كاذبة، لقد أكلت باقي التفاح. أمي، سأذهب إلى الغابة وأقطف مزيدا من التفاح. انتظري، خذي معك سلة كبيرة. خرجت هيلينا الجشعة وهي تحمل أكبر سلة وجدتها في البيت، وراحت تجري نحو الغابة المغطاة بالثلوج. أخذت هيلينا تدور هنا وهناك في الغابة، لكنها لم تجد أي شجرة من أشجار التفاح، وتجمدت أطراف هيلينا من شدة البرد ويبس جسمها بسبب العاصفة الثلجية، فسقطت وغطتها الثلوج. وخرجت زوجة الأب الشريرة تبحث عن ابنتها، وكما اختفت هيلينا تحت طبقات الثلوج لحقتها أمها الشريرة فغطتها الثلوج واختفت إلى الأبد ولم تعد إلى البيت.
مرت بضعة شهور، ذابت الثلوج التي كانت تغطي الغابة، وحل فصل الربيع، وتفتحت الأزهار الجميلة، ونبتت في كل مكان فوق الأرض الدافئة، وزانت الطبيعة بأجمل الألوان وأزهاها.